عليكم، شلونك امه؟ شلون صحه اليوم؟ قطيتها؟ اي والله مطر. اي والله مطر، الحمد لله وشكر يا ربي. المطر نعمه الحمد لله، وكل راح كل نقطه هي تنزل بها رحمه للارض. امين يا رب. صح؟ امين. قبل يومين صورتك. نعم. وانطيتك اللي رب العالمين قاسمهن. الحمد لله، رحم الله والديك ووالديهم. وانت قلتي انه اجار؟ نعم. ماكو. لا الحمد لله. ما تتمكنين انه الاجار؟ لا والله ماكو. فانا جايب لك شخص. نعم. يريد يحكي وياك. خلينا نقول بسم الله وندق عليه ونسمع شو يقول. ان شاء الله. شو تتوقعين يقول؟ والله ان شاء الله يقول خير وبركه، يفرحنا بلكي الله يفرحه ان شاء الله. ان شاء الله بلكي الله يجي شخص ويتكفل لك. والله الله كريم، رحم الله والديك. الو الو، السلام عليكم. استاذ عيني شلونك؟ شلون صحتك؟ عين استاذ، هسه انا موجود حاليا يم المراه اللي صورتها وما عندها اجار، وهي دا تسمع صوتك، وانت بصراحه خابرتني ودزيتني عليها. الو الو، اقول لك وانت بصراحه دزيتني عليها، شنو تقول لها؟ مدى اسمع صوتك زين والله. انا متكفل الايجار بيتها. انت متكفل بايجار بيتها؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، الله يتقبل منك وينطيك الصحه والعافيه. انت تعرف فيها هسه قامت تبكي؟ الحمد لله. اخوي لا تبكي ولا حد. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. انت انسان ماكو مثيلك، يعني اول شيء انه رفضت تطلع بالتصوير او تجيها وحتى تعرفك. حياتي، رحم الله والديك، الله يكثر من امثالك ويجعلها ميزان حسناتك، وهاي صدقه جاريه على اختك المسلمة. أنا ما عندي غير الله وأهل الخير، رحم الله والديك ووالديهم، إن شاء الله يصير ميزان حسناتهم. أخي العزيز، أنا ممنونة منك، فضل ما أسألك إياه. إيش قد صار لك ما دافع أجار؟ ثلاثة شهر. ثلاثة شهر. نعم. هذا وصلت هسه عينه من عنده؟ نعم. هذا 150,000. نعم. كل شهر راح تأخذينهن؟ إن شاء الله. من عنده؟ رحم الله والديك. أوكي؟ رحم الله والديك. كل شهر هو راح يجي ينطيك إياهن هنا؟ نعم. أو راح يجي للبيت ينطيك إياهن؟ نعم. أو راح يخلي لك إياهن مكان؟ نعم. كل شهر؟ إي. نعم. كل شهر هو يجي ينطيك ال 150,000 مالات البيت. جزاه الله خير. بعد ما تفكرين بآجار. الحمد لله. تمام؟ اعتبري نفسك إنه قاعدة ملك. إن شاء والملك الله. لله. إن شاء الله. أكو شخص ثاني. نعم. اسمه سيد سفيان النعيمي. نعم. شيخ سيد سفيان النعيمي. نعم. المحافظة ذكرك، سمعانة بي؟ والله لا ولا زغرن بي. نعم. ما سمع بي. نعم. عيني استاد. الو، انا اترخص عيني، اعذرني والله، ما يعني ما ترخصت منك. تمام. وهي وصلت الفلوس هسه كل شهر بعد، وان شاء الله انت وياها بعد، وميزان حسناتك والله يتقبل منك يا ربي، وجزاك الله خير. امين يا ربي. امين. عيني عيني استاد، مع السلامه. عيني استاد. يمه شيخ سيد سفيان النعيمي هم دز لك مبلغ. وهذا المبلغ من الشيخ سيد سفيان النعيمي. جزاك الله خير. هسه بعد ترتاحين وجدتك الناس الطيبه. ان شاء الله. وادعي للناس الطيبه. الحمد لله. ان شاء الله. والناس اكو بعض الناس تقول لي ليش تصور هيك حالات؟ لا بالعكس، هاي رياء، هاي مو رياء، هاي حتى توصل للناس الخير مثل هذا الشخص اللي تكفل بحالتها. بدال ما تنتقد فلان وفلان، حاول انه تكون تساهم بعمل خير. نعم اكيد، عمل الخير. هسه فرحتي؟ واي. شوف ال 2000 اللي انطيتيني اياهن، شوف ايش جاب لك. انت وجهك خير علي يا عيني. ان شاء الله يبارك بكل انسان يساعد فقير، مو بس اني، اكو هواي ناس محتاجه. اهم شيء تدعين لهذا الشخص اللي هو تكفل. والله ادعي له ان شاء الله، الك والى كل انسان طيب وخيور وغيور. عيني يمه، عيني يمه، ما محتاجه شيء. حبيبي. يلا مع السلامه. هسه بعد كل شهر ان شاء الله اجارك تجين تستلمينه، وها هي. حبيبي. يلا مع السلامه.